دايما في امل للتغلب على الصعوبات، ومناسبة كلامنا عن الحكومة والمطالبات المستمرة لها بالترشيد والتقشف خصوصا في ملف السيارات الفارهة حتى تكون قدوة لكل المواطنين وخاصة في الجهات الحكومية، كشفت مصادر ان جميع الوزارات والجهات الحكومية جمدت مشترياتها من السيارات الفارهة، وان شراء السيارات للوزراء ومستشاريهم ونوابهم اصبح مركزيا عبر هيئة الخدمات الحكومية وبعد موافقة مجلس الوزراء ووزارة التخطيط كمان. أما مشتريات مجلس النواب من السيارات خارج نظام الشراء المركزي للجهاز الحكومي. وقال أيمن جوهر وكيل أول وزارة المالية رئيس هيئة الخدمات الحكومية التابعة للوزارة أنه حدث تحقيق وفر في شراء السيارات للجهاز الإداري للدولة العام المالي الماضي. إحنا معانا هاتفيا دلوقتي طيب لسه مش معانا طيب. وأكد أن في العام المالي الحالي 2016-2017 لم يتم أي شراء لسيارات للمسؤولين الحكوميين، ونظام الشراء الجديد مركزي ويتضمن شراء سيارات ماركة هيونداي فيرنا لجميع كبار مسؤولي الحكومة. إحنا معانا دلوقتي الأستاذ أيمن جوهر وكيل أول وزارة المالية. صباح الخير يا أستاذ أيمن. أنا صباح النور يا فندم، إزي صحتك؟ وصباح الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. صباح الخير على حضرتك. كلمنا أكتر عن ترشيد النفقات الخاصة بشراء السيارات للجهاز الحكومي في الدولة. والله إحنا بقالنا يعني أكتر من 3 سنين بنعمل شراء مركزي للسيارات الحكومية، كل جهات الحكومة من خلال مناقصاتهم زي ده بتطرحها الهيئة للناس التجار اللي هم عندهم السيارات، وسيارات بنشترط انها تكون سيارات من صناعه محليه عشان القانون 5 بتاع الصناعه اللي بيفترض شراء المنتج المحلي. واحنا السنتين اللي فاتوا بنشتري سيارات غير في حاله الاستبدال، يعني تكون السيارات تهلكت او خلصت او جرى فيها مشكله زي بعض السيارات اللي هي حصل عليها حرايق في بعض بمناسبه احداث يعني اللي تمت في يناير 2011. فاللي بيشتريه هي سيارات تعويضيه عن السيارات التي يعني لا تصلح للاستخدام، يعني شراء من خلال الاستبدال، ولكن انا اشتري سيارات لمجرد شراء سيارات جديده، ولابد ان يكون الجهه اللي طالبه سياره ما عندهاش حاجه تقضي الغرض والحاجه ملحه للشراء. طيب حضرتك قلت كمان انه بالنسبه لانواع السيارات هيونداي فيرنا للمسؤولين الحكوميين السنه اللي فاتت فعلا 16 15 16، احنا جبنا كل 14 15 عملنا ديل كويس قوي، عملنا ديل مع الناس لمده سنتين متتاليتين بنفس السعر 14 15 و15 16 بجميع انواع السيارات اللي احنا اشتريناها، ودي كانت يا اما عربيات دبل كابينة عشان الاشراف على المشروعات، يا اما عربيات فيرنا صغيره لتوجه بعض المستشار الموظفين، او اتوبيسات او لنقل بعض العاملين، او ميكروباص لنقل بعض الناس. طب وبالنسبه لكبار المسؤولين بقى؟ بص يا فندم، عايزين نوضح للناس ان كل شخص في حاجه اسمها مواصفات لكل شخصيه. الوزير له كاتيجوري معين موصف سياره معينه، والنائب الوزير له موصف لسياره معينه، وهكذا يا فندم، والوكيل له سياره معينه. احنا قلنا برضو كبار المسؤولين مش هيرضوا باي سياره. مش اي سياره يا فندم، المهم انها سياره تؤدي الغرض. بالعكس احنا دلوقتي الوضع اتغير تماما، الوضع اتغير تماما تماما. بعد انا عايز اقول لحضرتك ان في بعض الساده الوزراء والمحافظين بيركبوا عربيات مرسيدس موديل 98 لغايه النهارده، العربيات ما اتغيرتش. ودي بتعاني من كثره الاعطال وكثره كذا. ليه؟ لانهم بيحاولوا على قدر الامكان انهم يضغطوا الانفاق على قدر الامكان. احنا نتمنى انه خطه الترشيد والانفاق تسير على خطى يعني ثابته ان شاء الله. احنا ماشيين في الطريق وباذن الله ان شاء الله ان شاء الله يعني لا نشتري الا الاحتياجات الضروريه والملحه. شكرا استاذ ايمن جوهر وكيل اول وزاره الماليه، شكرا يا فندم على وجودك معنا.